أسامة رشيد في سوق الكويت المالي. أسامة يسعد صباحك. يعني خلال جلسة التداولات السابقة لاحظنا بعض الانخفاضات وصلت إلى حوالي 5153 نقطة، واليوم يعاود المؤشر الارتفاع. هل هناك من أخبار تدعم هذا الارتفاع؟ يعني ليست هناك من أخبار كثيرة سوى ما أشرت إليه إلى رولا، بأن هيئة أسواق المال عدلت اللوائح الخاصة بعروض الاستحواذ، وبالتالي أصبح الآن بإمكان الكيانات الكبيرة أن تشتري نسبا معتبرة من الملكيات التابعة لها ومن الشركات التابعة لها في البورصة. في السابق غلت أيدي تلك الشركات بعد قرار هيئة أسواق البال بأنه من يمتلك أكثر من 30% لابد وأن يتقدم بعرض استحواذ، يريد أن يشتري ولو 1% فقط عليه أن يقدم عرض استحواذ كامل لجميع المساهمين. تعدلت الآن المسألة وأصبح هناك مساحة للحرية بالدخول والشراء ودعم، طبعا هذا يدعم الأسعار بشكل كبير، وربما هو أحد الأسباب التي نراها اليوم في هذه البداية المبشرة. حقيقة هناك ارتداد إيجابي، هناك دخول على الأسهم الصغيرة على رأسها دانة الصفاء، هذه الشركة المدرجة في قطاع الأغذية، يعني يوم آخر، هذا هو اليوم الثالث الذي نرى فيه نشاط كبير على أسهم مجموعة صفا وعلى سهم الدانة تحديدا. طبعا هو دائما ما يأخذ معه صفا عقار، وصفا عقار أيضا عليها نشاط كبير، لكن دعم اليوم هناك دعم من أجيليتي، هناك دعم من بنك الكويت الوطني، كلاهما في المنطقة الخضراء، يعني هناك شراء جيد مقبول مقارنة بالأيام الماضية. هو يعني لو يتماسك السوق، لو تتماسك المؤشرات في المناطق الخضراء لقلنا أن السوق بدأ بالفعل ارتدادا بعد التراجعات التي رأيناها على مدى الأيام الماضية. نعم، شكرا أسامة رشيد على هذا الإيضاح. إذا من سوق الكويت المالي، شكرا جزيلا لك.